السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. الحلقة بتاعت النهاردة مهمة جدا، ان انا هعمل عملية تأمين للراوتر بتاعي من الاختراق، وفي نفس الوقت هحمي الواي فاي بتاعي. الكلام ده هنعمله مع بعض ازاي؟ تابع معايا الفيديو للنهاية. اول حاجة هفتح صفحة المتصفح، تمام، هروح كاتب اللي هو اليوزر نيم ادمن، وبعد كده اكتب اللي هو الباسورد. طيب اليوزر نيم ادمن ده معروف، الباسورد كان زمان الافتراضي اللي حطاه شركة تي اي داتا ادمن، لكن دلوقتي اصبحت الشركة بتغير الباسورد. انا دلوقتي بشرح على الراوتر اللي هو ابو 5 جنيه المشهور، اللي هو الشركة دلوقتي بتعمل له دعاية. هتلاقي حضرتك الباسورد ده موجود خلف الراوتر، يعني انت لو جبت الراوتر بتاعك هتلاقي الباسورد بتاعه موجود في الخلف، فهتنقله زي ما هو مكتوب، سواء كان كابيتال او سمول، حروف او ارقام، وتكتبه وتعمل عملية دخول. تابع معايا، دي الصفحة الرئيسية اللي بتفتح لك لما انت بتدخل على اعدادات الراوتر. هدخل على اول حاجة اللي هي اخر حاجة موجودة اسمها الادارة والتشخيص، اخر خيار، وبعد كده ادخل على حاجة اسمها ادارة الحساب. من ادارة الحساب هلاقي ان اسم المستخدم هو كده كده مش هقدر اغيره لان هو مطموس. طيب هنا هعمل بقى عملية تغيير للباسورد اللي هو الافتراضي بتاع الراوتر. ليه هعمل له تغيير؟ لسبب بسيط، لان الباسورد ده موجود خلف الراوتر، ممكن يكون اي حد اطلع عليه، ممكن يكون حد متواجد عندك في البيت وشوف الباسورد بتاع الراوتر بتاعك، فده ممكن يعمل لك مشكلة، ان هو ممكن عن طريقه يدخل يعمل لك اختراق للراوتر بتاعك، يسرق الواي فاي بتاعك، يغير في اعدادات الراوتر، يعمل معاك مشاكل كتير. طيب اول خطوة اعملها عشان اغير الباسورد القديم للراوتر، هروح داخل على كلمة المرور القديمة اكتبها اللي هي موجودة خلف الراوتر. طيب وبعد كده اروح كاتب كلمة مرور جديدة، وبعد كده اروح مكرر كلمة المرور الجديدة، وادوس بعد كده على ايه؟ كلمة تطبيق. طيب ازاي اعمل كلمة باسورد قوي للراوتر؟ عشان اعمل باسورد قوي للراوتر لازم يكون يحتوي على ارقام وحروف كابيتال وسمول. يعني مثلا اكتب ام ام كابيتال، وبعد كده اروح سايب مسافة، وبعد كده اكتب مثلا ارقام، وبعد كده ارجع مرة تانية اكتب حروف سمول، وبعد كده اسيب مسافة واكتب مثلا تاني ارقام، يعني ما يقلش عن 16 حرف. طيب هكتب كلمة السر الجديدة ديت هنا، وبعد كده اكررها مرة تانية هنا. نصيحة بقى مني ليك، قبل ما تكتب الاتنين لازم تحتفظ بيهم في مكان امين جدا، سواء عندك على الكمبيوتر او في ورقة خارجية، بحيث ان انت تفضل فاكر مين اللي كتبته كابيتال ومين اللي كتبته سمول، لان اي تغيير فيها مش هيدخلك مرة تانية على الراوتر، فلازم تحتفظ بيها في مكان امين. بعد ما تكتبها تاخدها كوبي وبيست في مكان تحتفظ بيه على الجهاز بتاعك، ما يكونش قابل للضياع. بعد ما هكتب الخطوتين دول هعمل عملية تطبيق. طبعا هنا انا ما كتبتش لا كلمة سر جديدة ولا كلمة سر تأكيد ليها، لان انا خلاص بالفعل انا غيرت الباسورد بتاع الراوتر، فمش هحتاج ان انا هنفذ هذه الخطوة، انا فعلا غيرت الباسورد اللي جاي على ظهر الجهاز. طيب هاجي بقى ازاي اغير الباسورد بتاع الواي فاي؟ هروح ضغط على حاجة اسمها الشبكة المحلية، وبعد كده اروح ضاغط على حاجة اسمها واي لان، وبعد كده اروح نازل تحت واروح مختار حاجه اسمها اللي هي واي لان اس اس اي دي، واروح ضاغط. تمام كده بالفعل ظهرت قدامي اعدادات شبكه الواي فاي. طيب هنيجي عند اول خيار، دي اول شبكه موجوده. عشان اشغل الشبكه لو انا ضغطت على المفتاح ده كده انا عملت ايقاف لشبكه الواي فاي، يعني شبكه الواي فاي كده مش شغاله. طب لو انا ضغطت هنا يبقى انا فعلت شبكه الواي فاي بالفعل. طيب هنا اسم شبكه الواي فاي، يعني ده اسم الشبكه اللي انت هتشوفه اللي هي بتبث حاليا. طيب لو انا اخترت الضغط على هذا المفتاح انا هعمل اخفاء لشبكه الواي فاي، يعني ايه؟ خليها شبكه مخفيه، ده نوع من انواع الحمايه ليك، بس عشان تدخل على الشبكه لازم تدخل على حاجه اسمها الشبكات المخفيه. تكتب الاول اسم الشبكه، وبعد كده تروح داخل كاتب الباسورد بتاع الشبكه. تمام. طيب نيجي عند نوع التشفير، انا عندي 3 انواع من انواع التشفير، في حاجه اسمها لا امان، وفي التشفير الثاني، وفي التشفير الثالث. انا مفروض ان انا اختار اخر حاجه لان ده تشفير عالي جدا، مش صعب جدا ان اي حد يختاره. نيجي عند الخيار اللي بعديه، ده الباسورد بتاع شبكه الواي فاي بتاعتك، مفروض ان الباسورد ده برضو زي ما انت عملت باسورد قوي للراوتر تعمل باسورد قوي للواي فاي بتاعك. يعني ايه؟ برضو يحتوي على حروف كابيتال وسمول وارقام ومسافات، ومثلا علامه الايميل، وما يقلش عن 16 حرف، عشان يبقى انت بتصعب عمليه الاختراق على اي حد يحاول يدخل على الشبكه بتاعتك. اما لو انت كنت عامل بقى باسورد ضعيف زي رقم تليفون بتاعك او عيد ميلادك، كل الكلام ده من السهل ان جدا البرامج اللي هي بتخترق شبكات الواي فاي تتوقع وتخمن وتجيبه، فانت المفروض تصعبها، حروف كابيتال، حروف سمول، ارقام، مسافات، علامه الايميل،
شرطة مايلة، كل هذه الأشياء بتصعب عملية الاختراق. طيب نيجي عند اللي هو آخر حاجة اللي هو العملاء الأقصى، هتلاقي هنا إن هم 32. يعني إيه معناها؟ إن دول بس عدد الأشخاص اللي يقدروا يشتغلوا على هذه الشبكة. طيب لو أنا عايز أخلي الراوتر بتاعي يبث شبكة واي فاي تانية، هاخد الخيار ده وأضغط عليه، يبقى أنا كده عملت شبكتين واي فاي. هنفذ في الخانة دي بالظبط نفس اللي أنا نفذته في الخيار الإيه اللي فوق بنفس الكلام. طيب انا خلصت خالص كل اللي انا نفذته، هروح اضغط على كلمه ايه تطبيق، هيبدا الراوتر بتاعي ينفذ لي كده. اصبحت شبكه الواي فاي دي تم تفعيلها وبتشتغل بالفعل. كده انا في الفيديو ده اتعلمت حاجتين جداد. اول حاجه ازاي اغير الباسورد بتاع الراوتر بتاعي، ده نوع من الامان ليك، لان الباسورد شيء معروف موجود خلف الراوتر، ممكن حد يطلع عليه ويخترق الراوتر بتاعك عنده عن طريق. الحاجة التانية اللي أنا اتعلمتها في الفيديو ده إزاي أجهز إعدادات الواي فاي بتاعتي وأعملها عملية تشفير قوي وأغير الباسورد بتاعها بحيث إن مفيش أي مخلوق يقدر يخترق هذه الشبكة. كده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى. نرجو إن أنتم تكونوا استفدتوا وتعلمتوا شيء جديد. ما تنسناش طبعا من الشير واللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.